الأندلسية بالعاصمة. رأس الجمعية والجو الأستاذ فيصل بن كنيسي. والجمعية رايحة تفتح على اليوم برنامج جمعية ابن باجة للمستغاثة التي سوف تقل عليكم بعد قليل، تمتعكم بداية بأقلام شارقة ثم قصيد حوزي شعلة نيران كبادي للشاعر أحمد بن تريكي، يليه حوزي ثاني الحرم يا رسول الله للشاعر محمد المسايد، يختم بمخلص جمال الذات من كلام الشاعر مصطفى العليم. أعطيونا تحية حارة وحارة للفرقة لجمعية ابن باجة الصغير تحت قيادة فيصل بن كريسي. فرجة ممتعة. Thank you.
برافو برافو لجمعية ابن باجة مستغانم. سي فيصل زيفتونا زيفتونا كما زيفتونا الله يزيفكم. بس تمسان كهاري يقولوا لكم الله يعلي شانكم ويحلي كلامكم. يتفضل معنا السيد بكري زي فيصل رئيس جمعية ابن باجة ليكرمه كل من المدير الفني للمهرجان السيد خليل بن أحمد، ويتفضل معه الفنان طلب ميلود. يتفضل معنا ليكرم الجمعية. الفنان طالب فيلود هو ابن مدينة نضروما، تحية حارة لكل ناس نضروما. نذكر مرة أخرى أن جمعية ابن باجة تحتفل بالذكرى 20 لتأسيسها هذه السنة، واختارت من خلال هذه الاحتفالية تشارك في مهرجان الحوزي في الـ 12. شكرا لكم جمعية ابن باجة، شكرا على مروركم وتشريفكم لمهرجان في السنة.